السلام عليكم ورحمة الله. اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 قامت مجموعة صدى البرنوسي اللي كان دير المدير ديالها معتوق عبد الحكيم مهندس دولة ودبلوم دراسات معمقة في فرنسا ودكتورة دولة من كندا في الهندسة المدنية. هاد اليوم احتفلنا بتكريم المعلم بصفة عامة وفي شخص الأستاذ سربوت العربي سربوت الأستاذ طيب الخلوق اللي خلى واحد البصمة محترمة واللي تكن له ساكنة البرنوسي كل احترام والتقدير. واليوم كان احتفال وكان حضور تبارك الله كبير. احتفال كان في المستوى والتطلعات ديال البرنوسي فهو تكريم اللي كيشرفنا احنا وهو كذلك درناه تحت شعار تكريم ديال السي سربوت شرف لنا. والحمد لله دازت فقرات مهمة وعشنا فيها الزمن الجميل من خلال ذكريات العربي سربوت ومن خلال شهادة الأصدقاء ديالو اللي خدموا معاه وشهادة بعض التلاميذ اللي درسوا عنده وهذا شرف لنا وكيف فرحنا وشكرا. السلام عليكم. اليوم تم التكريم ديالي من طرف صدى ساكنة البرنوسي والأعضاء ديالها هما كلهم من أولاد البرنوسي والعديد منهم كانوا تلامذ ديالي. فرحتي اليوم ما اش غادي نقول لكم واخا يتقعد فيكتور هوغو من القبر والله له صفا ويجي ابو العلاء المعري براسه وشعره والله له صفا. كنشكر بزاف السي عبد الحكيم معتوق لانه هو صار على هذا الشيء كامل ومن خلال السي عبد الحكيم معتوق او الدكتور عبد الحكيم معتوق المهندس كنشكرو ومن خلاله كنشكر جميع الناس اللي تعاونوا معاه. الليلة دازت رائعة وزعما نحمد سيدي ربي. هذا جزاء من عند الله لعبده هذا ونتمنى على الله ان نحضر انايا الاكثر عدد ممكن من التكريمات اللي غتقوم بها هذه الجمعيه هذه وانا قطعت وعد لنفسي على انني نحضرهم كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على فخر الانبياء والمرسلين. صراحه انا جد سعيد اليوم بتواجدي في تكريم من كاد ان يكون رسولا في تكريم الاستاذ العربي السربوت. جد سعيد كذلك ان اقدم امسيته الرائعه التي تدون بمداد من ذهب. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الماضي وإلى ثقافة الاعتراف. ما أحوجنا أيضا إلى أن نعطي للأستاذ ما يستحق من تقدير ومن احترام كبير. قم للمعلم ووفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. صراحة اليوم كان لقاء رائعا بكل المقاييس. لقاء كرم فيه عالم من العلماء والعلماء ورثة الأنبياء. شكرا للمنابر الإعلامية التي تحج دائما لترافقنا في هذا الصرح المتين صرح الثقافة التي نرجو من الله أن تكون تعطي ثمارها داخل الصرح الموجود وداخل في كل فضاء نرتاده دوما. الثقافة هي برهان وعنوان للأمم. شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى تجدد تحية بالطبع لكم في هذا البث المباشر اللي كان في مقهى كول داون دائما في إطار التنسيق والتشاركية اللي دائما تلع عليها صاحب المقهى سي يوسف بلطيم على أننا دائما نفتحوا يدينا ونمدوا يدينا لجميع الفئات ديال المجتمع المدني. اليوم استضفنا واحد المجموعة ديال الفيسبوك في مجموعة من الأشخاص مثقفين مع أساتذة كانت عندهم واحد الفكرة أنهم يديروا واحد الحفل تكريم لواحد أستاذ. احنا كجمعية كول داون تبنينا الفكرة عجبتنا وجدنا لهم الفضاء عاوناهم من ناحية التنظيم اللوجيستيك التقنيات لافيشاج يعني المسائل كلها اللي كانت ضرورية باش تنجح هذا النشاط. فاحنا كجمعية كول داون ولا كمقهى كول داون وجدنا وعاودنا هاد الناس وعطيناهم هذا الفضاء وعاشوا معنا هذه الليلة الرائعة. كما غتشوفوا أن هذا في أجواء رائعة جدا
ودائما في يدينا حنا ممدوده كجمعيات كول داون. ديما تنقولوا الناس مرحبا بكم، الفضاء ديالنا مفتوح، مستعدين نتقبلوا الافكار ديالكم ونطبقوها معكم ونجحوها ان شاء الله على ارض الواقع. وهذه دعوه مني شخصيا من رئيس جمعيات كول داون، جميع جمعيات، جميع مجموعات ديال فيسبوك، اللي عنده شي نشاط فمرحبا به، ممكن يتواصل معنا ونقدروا ننجحوا النشاط ونوجحوا الفكره، لان هذا الشيء اللي بغينا من العمل الجمعوي. العمل الجمعوي اننا نمشيو بعيد ونوحدوا الافكار ديالنا. وشكرا.